تواصل معايا واحد على الانستغرام وقال لي احتاج مساعدتك، رانكي 59 وانا قادر اخلص الابيس. فانا قلت هذه مصيبه يا اخوي، ايش قاعد تسوي في حياتك؟ تضرب شخصياتك كيف؟ قال لي عندي شخصيات، بالاضافه انه قاعد يقول لي اعلى دمج عندي في حسابي 600,000. 600,000 رانكك 59، ايش قاعد تسوي في حياتك؟ هذا المقطع راح نستعرض لكم هذا الحساب ونشوف ايش الاخطاء اللي فيه، وش الاشياء اللي ناقصته، وش الاشياء اللي مخليته زي كذا. لكن قبل ما نشوف الاخطاء ضروري انك انت تشوف الموقع الصح اللي تشحن منه، متجر 12 اللي راح يوفر لك برامبو جيم باسعار جدا حلوه. طيب يا اخوان، زي ما تشوفوا الحساب رانكو 59 ونص. خلونا نشوف الشخصيات اللي عنده قبل كل حاجة. طيب على كلامه انه في شخصيات وكذا وحركات، نهيدا موجودة، حلو، نيلو برضو موجودة، هذه لوحدها تيم، يعني تيم فتاك، واحتمال كبير ممكن نستعمل هذا التيم. ساينو موجود، يعني ما له وزن كبير صراحة، يعني اياتو برضو نفس الشيء، ميكو يعني اوكي، بال ممتازة، كازوها كويس، اياكا برضو ممتاز، برضو هوتاو. فعنده تشكيلة حلوة صراحة، واتوقع انه باني كان ينفي. نلقي نظرة على ينفي. اوه شباب، وات، رانك 59، التلفيل حقه لين هنا بس. شخصيات 5 ستار ترى قليل مو كثير. وين الكتب راحت؟ طب وين عنده كتب؟ الكتب 180، طيب يعني قليل. طب الموارد وين راحت؟ نلقي نظرة على ارتفاكتات، يا عيني 111 ارتفاكت. الوحش شغال حرق يعني يا لطيف. عنده نظام طبعا، اتوقع يعني انه مره واحده يسوي كذا بلد، عارف بلد من هذا الست، شخصيه واحده وخلاص كفايه، خلاص كذا نوقف، عارف كذا مره غلط. يعني زي ما تلاحظ بالله، شوف الجلدد تقريبا يعني حق ست واحد، اوكي عندكم برضو الامبلم ست واحد، شيمناوا اتوقع حتى ما في ست، هذا برضو ست واحد، ست انوبلس اثنين باليلا. فهذه مشكله اكثر الحسابات موضوع ارتفكتات. واتوقع انا خلاص حاجزم وراح اسوي لكم مقطع كامل عن موضوع ارتفكتات، ضروري اجمع لكم جميع المعلومات اللي تفيد ارتفكتات. الاسلحه اوكي يا ساتر، كل الاسلحه اللي المفروض يجيبها ما جاته، هذا اتوقع انه حظه زي الزفت للامانه. سكاي وورد هذا برضو من البانر الاساسي، هذا ما لفله. دارك، لك من اسمك نصيب، الدنيا سوداء عندك. ايش اللي ممكن احنا نقدر نخش به الابيس؟ اوكي اياكا تقريبا كويسة، لا والله حلوة. ايكا كويسة لكن اتاك حقها خايس نوعا ما. كازوها مبني كويس. بال خلينا نشوف. لحظة، كان البلد مرة قوي. وذكاتش، اوكي. الريت هنا تقريبا 63. وكر دمج عالي، انرجي مرة عالي. يا ساتر، ايش البلد هذا؟ يا ساتر، يا لهوي، 17 ريت. طيب يعني عنده بلدات. الادم شغال حرق. هذا المصيبة ترى اللي يطيح فيها الناس. طب هوتاو، ايش هذا؟ ما ادري، في غلط. دي لوك، لا. طيب اسمع، اهم شيء نهيدا وهذول، اوكي هذا المنتل ماستري حلو، وعندنا ذي اوكي بلدها كويس، اتش بيها عالي، ما ادري ليش بنيها ريت، ترافلر يشكي لكن فيه انرجي، اوكي شنكشو وش وضعه؟ حلو 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 حلو، بنت يعني طيب، شنجلينج الريت ممتاز، هذا والله حلو. اللي توصلت له انه هو عنده تيمين، معروف ان هي تيمين فتاكه من الاخر، واتوقع ان انا حقدر اسوي هذا. طبعا هو زي ما انتم شايفين جاب نجمتين ولادمي بنشر، ما قدر، فقد الامل، وقاعد يقول لي انه ما قد عمره عدى الابيس. نفك اللعنه هذه، اسوي زي كذا، هذا التيم الفتاك، هذا التيم بالراحه يضمن لنا يعني نجوم كثير. لكن تحت راح نستعمل ايش؟ راح نستعمل نيلو، نهيدا، ترافلر، كوكمي. زي ما انتم ملاحظين البوس هذا ممكن اعاني فيه شويتين، هذولي راح اقدر اكسر دروعهم ويعني الفواكه تجلدهم، وهنا برضه نفس الشيء. بالنسبه لفوق فبال حتقعد التيات 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض، هنا ممكن اعاني. فطبعا نصيحتي لكم يعني اي احد مثلا يواجه مشكله، يواجه شيء، شوف الشخصيات اللي عندك. طبعا انت المفروض انك تكون مخطط للشخصيات اللي تجيبها، مو عشان تجيبها عشان والله شكلها حلو، شعرها موفي، لا تجيب عشان يعني تستفيد. اذا انت تلعب عشان دمج، اذا ما تلعب عشان دمج فيعني جيب باربرا بكيفك. طيب بسم الله، سوي زي كذا، اوكي الان ممتاز، والله دمجهم حلوه، دمجهم حلو والله. راح الدبنت، راح الدبنت قهر، اوكي ما عليه خينكم. شوف من اول مره هل نقدر يعني ولا لا؟ انا اتوقع انه ايوه صراحه نقدر، ولكن نشوف. الانرجي عندهم مو بطال صراحه، حلو، تحاول ارجع انرجيات او يعني التيات بلا صح، اعطيها العب
العب. ايش فيه؟ والله بال حقته قوية. يا ساتر، انا ترى ما عندي بفتر الا بنت. حلو كذا اطمننا على موضوع بال، مرة كويسة. طيهم جميع الضربات. الورطة. بس يعني اتمنى اني انا اقدر اسوي شيء. كوكو معتهيئ للتيم طبعا كامل، فاقدر اشيله. تعال يا ولد. بدأ يستفل. اوكي طيب، لا وضعنا تمام خلاص ان شاء الله. يعني ان شاء الله جانا اشيفمنت. لعله قتل نفسه بنفسه، والله ما ادري ايش صار فيه صراحه. 3 نجوم ايزي. بسم الله، هنا ما في، نرجع طبعا. تورطنا شويتين اخوان. بال بطارية والله انها رهيبة. بس يعني لو انه ما شاء الله يعني هذا يموت. ايوه اعطيها كوكو ياري 200,000 يا عيني. كوكو ياري صراحة ابدعتي. حلو، بال عندي التي، هذا عندي التي برضه. ما ودي صراحة استعمل التيات كلها. لا اسمع، بال بس بال توقع كفاية. يب مرة كويس، مرة حلو. عندي الالتيات كلها. الفر اللي بعد ان شاء الله ما راح اعاني. اوكي طبعا الحين ما عندنا ولا مرة. توقعت ان الموضوع حيكون اصعب من كذا. يعني هو اعطاني موتر تحدي على الموضوع. كان مفروض انه هذا الدروع تتكسر. يعني انا اللي تكسرت الصدق يعني. اسمع لي مالي اصلا تكسرت. حلو والله نيلو. الفريمات اتوقع انها ماتت. اوكي هنا الموضوع شوية صعب تصدقوا. دقيقة. تكفى موت يا شباب. يعني لا انتم يا عيني. هنا لازم لنا جنجلي. يا رب. لا. خلاص معضلين ما شاء الله. ايوه يا عيني يا ابو سمك. يعني اقدر اقول اني انا خطير. اسمع بالله اعطي لي لايك لو سمحت. يعني لو سمحت لايك عشان لو لاحظ طبعا كان الحجري كان بيضرب الضربه. فانا ايش سويت؟ داش. فلما سويت داش فكيت السكيل. لايك خلاص لايك. يا عيني يا ساتر. بال ايش فيه بال؟ يهو والله التيم هذا خطير. ايش فيه؟ ايوه هذا ضربه الموت. احذر. حقي والله حق امي. دي يا نتريك. خذها. لا. موت. قدم. والله اني رهيب يا اخي. والله اني اخي لعيب صراحه. يعني مهارات اكثر من كذا رهيبه ما تقدر تشوف. بس تدري ايش اللي مديك تشوفه رهيب؟ متجر السله اللي راح يوفر لك حسابات مع برايم وجيم جدا رهيب. من الاخر يا اخوان جمعوا الحسابات هذه لان ترى الكميه محدوده. اعطي كميه على بلاطه. يعني الدندرو حيشيل ام الدرو حقتهم. يا حبيبي ما اموت. كوكومي هنا. كوكومي والله كوكومي انها شخصيه رهيبه. شوف كيف. والله العظيم. يعني والله العظيم. سوي زي كذا. طيها. حبيبي روح بس راح. روح والله التيم هذا انه خطير. يا لطيف. صاحب الحساب فهمني كيف ما تقدر. انا ما عدت ولا مره عدت الابيس هذا يا اخوان. حساب والله انه قوي بس انه ما يعرف يستغله. يعني شوف ها قدرت اطلع لكم تيم يعني جدا يعني ريلاكس. يعني طالع بالله هذا وانا لسه ما استعملت ساينو، هذا وانا ما حطيت جونغلي، هذا وانا برضه ما حطيت حتى هوتاو. ايك
برضه ما استعملته. كازوها بكبره ما استعملته في التيم هذا ولا التيم يعني الاول ولا الثاني. فتخيلوا انه يعني راعي الحساب كان يعني كان قدامه اشياء مره كثير، لكن ممكن ما كان شايفها، ممكن ما عنده الخبره الكافيه انه مثلا يعني كيف اوصف لكم يشوف هذا الشيء او يحس انه والله عنده الشخصيات هذه الرهيبه. لاحظت برضه حاجه انه الكريستالات عنده نوعا ما قليله، فاتوقع الله اعلم ان الادمي هذا متخاذل في الايفنتات، ما يسوي الايفنتات كامله. مو معقول، انك انت ادمي رانكك 59 يعني ما عندك الاسلحه هذه مطوره. يعني اوكي هي صح انها سكاي وورد وكذا، بس ترى ليجندري يعني ترى ممتازه ترى. يعني زي هذا السلاح ترى ينفع لاي شخصيه، بو يعطيك الدمج ويعطيك ريت وبس اتاك عالي، ترى وضع مره حلو. فبالعربي يا اخوان استغلوا مواردكم، في نفس الوقت ارتفكتات يا اخوان لا تهرقوا، تكفون لا تهرقوا. اتمنى يعطيكم العافيه على المشاهده، شكرا لكم، مع السلامه.